الباب الرابع والثلاثون ومئة. باب استحباب إعادة السلام. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.